أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير من الحلقة. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر على الشاشة تباعا سلمان العنقري وبندر رشيد هم ضيف هذه الحلقة. قبل ما نروح للمادي اللي عندنا كنا نبغى نتكلم عن ناصر الشمراني. إنه ناصر الشمراني سجل هدف رقم 81 وإنه الآن سجل هدف رقم كم؟ 81 في الدوري طبعا بمجمل أهدافه في سواء مع الوحدة أو مع الوحدة والشباب. 81 الآن حقق في الدوري فقط مش في الدوري طبعا في الدوري فقط حقق الهدف ثلاث مرات، مرة بالتساوي مع هشام بشروان أعتقد مرتين هو الهداف. الآن هو ممكن أكثر لاعب سجل في اللاعبين الحاليين في مسابقة الدوري هو ياسر القحطاني 81 هدف الآن تساووا يعني 81 هدف الهدف الهدفين في الهلال مرمى الهلال كملت له 81 هدف. نعم المرشح اللاعب هذا انه يكون مرشح بقوه انه ربما بالتاكيد لابد انه يرشح في ظل انه ايضا ياسر الآن يلعب بعيدا عن الدوري السعودي. ايضا يمكن نفس الحاله اذا ناصر اتى الى الشباب من نادي الوحده فياسر اتى للهلال من نادي القادسيه ربما ايضا هي نفس التشابه تقريبا. طيب نروح لل موضوع اللاعبون والإرهاق تقرير الزميل العليان الأمسي. من فك الإعلام الرياضي خلال الفترة السابقة من نقد النجوم وتحميل اللاعبين مسؤولية الإخفاق الذي تعيشه أنديتهم والمنتخب السعودي، وعند إمعان النظر فيما يحدث للاعب السعودي من ضغوط إدارية وجماهيرية ومطالبات كثيرة بتقديم مستوى أكثر مما يقدمه في أرض الملعب، نجد له العذر وكل العذر في عدم قدرته على تقديم المطلوب منه. أما لماذا؟ فهذا سؤال عريض قد تجد له أكثر من إجابة، لكن إجابة واحدة حتماً لن تكون من ضمن الإجابات، أو قد يتغافلها الإعلام الرياضي ويغض الطرف عنها واضعاً كل ثقله وهجومه على اللاعب بعينه. الإرهاق ثم الإرهاق ثم الإرهاق، انتبهوا يا عالم، فما يحدث من انخفاض في المستوى العام لكرة القدم السعودية لا نستبعد أن يكون أهم أسبابه هو عدم حصول اللاعب السعودي على القدر الكافي من الراحة، ونكاد نجزم جزما تاما أن مواصلة اللعب والركض خلف الكرة دون انقطاع سيكون مردوده السلبي أكبر وأكبر على الكرة السعودية. فخلال السنوات الماضية لا يكاد يمر موسم إلا ويعاني اللاعب من عدم التمتع بوقت راحة يستطيع من خلاله مراجعة حساباته وما قدم طوال الموسم حتى يضع خطا جديدا في الموسم القادم. لذا الحذر وكل الحذر من مغبة تكرار أخطاء المواسم السابقة حتى لا نصل إلى مرحلة العتب واللوم على ما حدث من تخطيط كنا نحسب أنه بني على أسس سليمة. سلمان الإرهاق، ودائما أنت عندك أرقام على المواضيع هذه. إيه إنه الإجازات إحنا الموسم طبعا كان في توقف 70 يوم، الكأس الآسيا وكأس الخليج طبعا مجتمعة. الموسم إيش الحالي؟ الماضي كان في توقف الكأس الآسيا وكأس الخليج وانتهى الموسم طبعا بسبب هالاستثنائية انتهى الموسم في يونيو. أتذكر إنه في إحدى المواسم في 2004-2005 يعني الدوري لوحده فقط من أول مباراة إلى نهاية آخر مباراة كان استمر الدوري 348 يوم أو 349 يوم. يعني لمدة سنة الدوري. حتى إنه كانت المباراة النهائية في 2004-2005 جمعة الهلال والشباب في النهائي، كان الهلال والشباب يلعبون النهائي في فرق بدأت تستعد للموسم القادم، يعني بدأت معسكراتها. فكان يعني هذه من ضمن الجدول اللي يعني تخيل لعيبه مثل الهلال والشباب والاتحاد على سبيل المثال اللي لعبوا في المربع هذاك الموسم 2004-2005 انا اعتقد انهم ما اخذوا الاجازات هذيك السنه. ونفس الوضع الموسم الماضي هذا يعني مثل الاهلي والاتحاد لعبوا اخر مباراه. تخيل انت يا سلمان واحد يداوم كل يوم ويخلص وبعدين يقولوا له جهز الموسم الجاي في الموسم الجاي. اللاعب مسكين ما خلص الا على قبل رمضان بكم يوم، ومع قبل رمضان بعد بكم يوم بدا الموسم. يعني ناس اذا لا يلومون النجوم اللي ياخذون اجازات استثنائيه اسبوعين ثلاثه من بدايه كل موسم، يعني مثل بعض اللاعبين اللي ما التحقوا معسكرات انديتهم مثل العام وقبل العام. لا ترى بعد وزدك في الشعر بيت كمان، لاعب يداوم كل يوم ولا ياخذ راتبه. بندر بالتاكيد ان الارهاق هذا راح يسبب
الكثير من مشاكل اللاعبين، من أهمها هبوط المستوى، كذلك الإصابات. يمكن احنا شفنا في الموسم هذا انه الكابتن ابراهيم مقالب والسعود حمود وايضا بعض لاعبي الفئة المنتخب الاولمبي الذين انتهت مشاركتهم مع انديتهم ومن ثم توجهوا الى المنتخب السعودي الاول ومن ثم المنتخب الاولمبي. سعود حمود اصيب برباط صليبي اثر الجهاد، بالاضافه لانه ابراهيم غالب نادي النصر منحه راحه قبل المباراه الاولى في الدوري امام الرائد 5 ايام، حتى لانه لما جلسوا مع اللاعب عرفوا ان اللاعب مجهد تماما، ففضلوا ايضا انه يعطونه اجازه رغم انه عنده مباراه مهمه في افتتاحيه الدوري. طيب عموما يعني بصراحه وهذه اشكاليه اللاعب اللي يشارك منتخب اولمبي منتخب اول وهذا مهم جدا حتى ونادي. وهذا ترى هذا احد، انا ما ادري بس احس انه ممكن يكون احد الاسباب، يعني احد الاسباب مش هو السبب بس احد الاسباب اللي خلت الكره السعوديه ادائها الفني ينخفض. الناس مو قاعده توقف من مسابقه في مسابقه، بطوله في بطوله، معسكر في معسكر، يعني عندنا زخم مسابقات بشكل صحيح.